كلام ابوك وبس. ما تعبرش ابوك يا واد. ما تبصش في وشها دي لسه نفسك. ما اسمعش كلام حد يا واد، اسمع كلام نفسك وخليك ذكر. سبحان الله، كربون عم سلطان. يا راجل حرام عليك، ولا في منه حاجه، ده كله شبه امه. سبحان الله، اول مره تنصفني يا صلاح. واخر مره ان شاء الله. اسمع كلام الغلابه عشان ربنا يرضيك وتتعزز في قلب حبايبك. طب يلا بقى، كفايه رغي. يلا يا يونيا تعالي يا اختي اقعدي مكاني. حاضر يا اختي. تعالي يا حبيبتي، تعالي قضي. يلا يلا بسم الله. يلا يا حوكة. ايوه اعمل مزيكا يا اخويا، خلينا نرقص. حاضر. ملك يا بنت لو يا بوسك كده ليه؟ احنا لما نصدق نتلم في حته نفرح فيها شويه. الفرحه بتوجع لما نبقى بطلنا يا نصر. انا حاسه بيكي ورحمه ابويا، وحاسه كمان انه مش هيهون عليه، وانا احساسي ما يخيبش ابدا. بقول لك ايه يا سيد؟ يا سيد خليك حنين على البيت يا سيد، مش كده؟ بقول لك يا عم سعد، ربنا اللي يعلم غلاوتك عندي، بس بنتك قفلتها بالضبه والمفتاح. ده من قلبك يا ابويا. اللي حصل كتير، وقفل بقى الحوار ده. الواد ده ابن مين يا فنديه؟ مصدق الواد ده اخويا؟ لا برافو يا حجه. يا ابني مش من دي. حجه ايه؟ من مراته الجديده. لا برافو يا سلطان. امال يا واد الدن في العتاقي. وانت يا وليه ارحمي الست، خليتيها تعدي على الواد 28 مره، هو ايه مشوار العتبه؟ يا اخويا توكس انت مش فاهمك، كل ما الواحده تعدي اكتر كل ما جذر الواد يتثبت في الارض اكتر ورزقه يبهوه. عدي يا اختي عدي عدي. الله، انت على كده عديت عليها كم مره يا امه؟ سبع مرات يا ابني بس. وابوك كمل. مساء الخير على كل المشاهدين اللي بيتابعونا، وكالعادة دايماً بنجيلكم بكل المواضيع السخنة التي تشغل الرأي العام. موضوعنا النهاردة أصبح خارج نطاق الهجوم من خلال وسائل الإعلام وطبعاً من خلال القنوات الفضائية. خلينا نقول إن مش عيب أبداً إن أنت تنقد، ومش عيب أبداً إنك تبدي رأيك في موقف ما، ولكن العيب إنك تتكلم بشكل شخصي، لأن الموقف ساعتها بيتحول لشكل من أشكال التجريح. التسجيل اللي حضراتكم هتسمعوه هو تسجيل للدكتور معتز الكاشف بيتكلم فيه عن رجل الأعمال المهندس سامر السعدي. خلينا نسمع التسجيل ونرجع لحضراتكم تاني. راجل إيه يا بنتي؟ ده ملوش في الرجولة أصلاً. أه والله زي ما بقولي كده، عندي حواديت يعني. بقولك إيه، أوعى تكوني بتكسفي من الحاجات دي. معقولة؟ حضرتك بتقول كلام خطير جدا. رجل أعمال كبير وطايل زيه ممكن يعني يأذي حضرتك. بقولك يا عم سلطان، عايزك دقيقة برضه. مال؟ خدوا بالكم الواد. حاضر بعينيك. اتربى في عزك يا عم سلطان، بس على الله ما تطلعش زي الواد صلاح. ألف مسا على أحلى حبايب في المنطقة. انت عبيطه ولا ايه؟ ايه اللي بتقوليه ده يا رحاب؟ مين ده اللي يأذيني؟ وبعدين ده طايل على نفسه. سامر ده انا هفرتكه، بس يقعد تحت ايدي. يلا بقى يا بنات، يلا نقوم نرقص، يلا المزيكا شغاله. ايوه لازم تفتحي اونلاين دلوقتي. مش وقته خالص على فكره، احنا في اسبوع يعني. لو فارق معاكي في حاجه هايله لازم تسمعيها. حاضر. كفاره معلم فوده. امال معوض ما جاش معاك ليه؟ معلش مريح حبتين، اصل الواقعه المره دي تقيله شويه. يا حبيبي الف سلامه عليه. الله يسلمك يا اخويا. وقعدت تفتكرني زعلان عشان دوست على الواد. لا لا لا، ما معوض ده يعني، ما هو ابني واخوك الصغير، واجب عليك برضه لما تشوفه بيغلط في بنتي تشد ودانه. بس مش قوي كده ولا مؤاخذه معلم، انت اللي قصرت في الباقي. بس معلش زي ما انت بتقول، اخويا الصغير ولازم حاجه عليه لحد ما ابوه يطلع بالسلامه. وهبوه طلع خلاص، وحياتك لا يربي عياله واحد واحد على رباية زمان. بس انا عاتب عليك برضه يا صاحبي، شوفكش ولا مره في السجن زياره واحده حتى. ما هو العيب عندك عدم المؤاخذه يا فوضي. لو انت باقي على زيارتي صحيح، ما تروح شهادة انا ما بعتبهاش. والله جازي بقى اللي كان السبب، بس معلش سماح المره دي. انا هعتبر واجبك وصل. اثر يا فوده،
سبب الزيارة؟ أرد واجبك اللي ما عملتوش معايا عشان بس تعرف إني أجدع منك. خش يالا. إيه ده حاسب حاسب؟ لا 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 ما تقلقش، دول من حلال. لا يا راجل. طب وماله؟ ما دام مش هيخشوا على أهل بيتي مفيش مشكلة، وزي ما بيقولوا الحرام بينضف لما يروح للغلابة، ولا إيه؟ يلا بينا يا سيد عشان نذبح. حلال الله أكبر. ورحمة أبوك يرحميني من الكلام بقى، أنا خلاص ما بقتش حمل حاجة خالص. أقولك على حاجة، اعملي اللي انت عايزاه، قولي لإخواتك، قولي للناس كلها على وقعة رحاب ومصيبتها خلاص. ودي جمودية قلب بقى ولا شغل من المحن بتوعي؟ سميه زي ما انت عايزة، أنا خلاص تعبت منك ومن نفسي. افضحيني يا آية لو ده هيفش غليلك اللي ملوش أي سبب، افضحيني. مستنية إيه؟ كان نفسي أعمل كده بس لقيت نفسي هتلط معاكي. سامر اللي انتي روحتي وسختي الكلام عنه مع معتز بتاعك ده يبقى صاحب المحطة اللي أنا شغالة فيها، ولو شم خبر إنك أختي هيبقى شكلي زبالة قوي أكتر منك كمان، ومش بعيد أخسر كل حاجة. يعني برضو عشان نفسك؟ طبعا حظك كده، تعملي المصيبة ومحدش من إخواتك ياخد باله، هاجي أنا وولعها للأسف. لازم أحميكي. أيا انتي بتكرهيني الكره ده كله ليه؟ أنا عملتلك إيه؟ أنا مش بفتكرك أصلا عشان أكرهك يا الحين. انت اللي بتيجي قدامي وتتصدري، وانا ما بحبش حد اكتر من نفسي. اشبعي بيها، انا لو وقفت قدامك ولا خدت رزقك. انا حاولت واتضحك عليا، ايه خلاص هتعلقي لي المشنقه؟ ده احنا لما انا فرشه واحده عمر بحال. ليه؟ ده لو واحد غريب كان هيمديلي ايده ومش هيدوس عليا. لو بتحبي نفسك بصحيح ارحميها من الغل اللي جواكي ده. على فين يا دكتور؟ مش المفروض كنا نقعد نتكلم مع بعض شويه ولا ايه؟ هنقعد يا سيد بس. بس ايه؟ مستعجل قوي على حض البرنسيسه؟ خلاص خلقتك من بيت ابوك؟ هنا وهناك واحد يا سيد، مش فارقه. لا مش واحد، وفرق كتير. تقصد ايه يا سيد؟ قصدي انت فاهمه كويس. يا رياضه بتتبلت ولا ايه؟ بيت زي دي تجيبك على بوزك؟ انا قلت هتاخد مزاجك منها وهتخلع، تلفك على صباعها وجرسك وسط الخلق وتحط اسمك على نجاستها. اللي انت بتتكلم عنها دي تبقى مرات يا سيد، ولا انت مش واخد بالك؟ مراتك ايه ياض؟ دي بنت شمال، ده مفيش عيل في المنطقه ما خدش مزاجه منها، راح تتجوز لبطه مشاوير. تكلمش عنها كده يا سيد، انت فاهم ولا مش فاهم؟ ياض ده انت بتعلي صوتك عليا؟ انت نسيت نفسك؟ لا ما نسيتش يا سيد، بس الظاهر انت اللي نسيتني كمان راجل، ومن حق اختار. ولا كل حاجة لازم تمشي على مزاجك انت؟ كل حاجة لازم تمشي على مزاجي. لما ليك بتختار غلط يبقى كل حاجة تمشي على مزاجي. وعيدك طب يا سيد. وعيدك ايه؟ انت اتجننت ياض ولا اتهبلت؟ ده ايه اللي حصل لك؟ ده احمد اللي ربيته على ايدي، ده اللي طفحت الدم وكحيت اسفلت عشان الله احسن مني، ده حلم ابوك اللي رميته عشان تنام في فرشة مرة نكسة. بطة تنضف منك 100 مرة يا سيد، وبلاش نتكلم عن النجاسة بقى، عشان الحارة كلها عارفة مين اللي نجس. نجس؟ النجس ده اللي خلاك دكتور. النجس ده اللي خلى لك قيمة، وخلى الناس كلها تعمل لك ألف حساب. من يوم ما وعيت على الدنيا وانا شايله فوق كتافي، كنتش عايزه يتعب حتى روحه في المشي. أم الله رحمها كانت تقول لي سيبه يا سيد، سيبه يقع عشان يتعلم ويقف على رجليه تاني، بس انا ما كنتش برضه اسيبه برضه. روق يا صاحبي، الصغير برضه مصيره يكبر، واللي متربي في حضنك بيبقى عشمه فيك بالجامد. عندك حق يا صلاح، الظاهر انا دلعته بزياده لحد ما طمعته فيا. لا وكل ده ليه؟ عشان حته بيت. يلا معلش، كل حكايه وليها يا اخي. يا جدع روق،
احلى كوبايتين شاي لاحلى شابين في المنطقه. يا وليه ايه ساعه في كوبايتين شاي؟ مش تيجي كده تفكينا وتفكي القعده ولا نروح نقعد في حته تانية؟ يا لهوي وانا اقدر استغنى عنكم؟ جرى ايه يا ابو السيد؟ ما تروق يا اخويا، الواد لسه خامه على نياته. انت عملت اللي عليك وزياده، وبعدين ده انت كبيره، لو ما كنتش انت تستحمل مين يستحمل يا اخويا؟ شايف الكلام الموزون؟ ايه الحلاوه دي؟ قاعدين مع عمرو اديب. لا لبيس وحياتك. ما كانش تمام هتروح في عائله. طيب ظهر بيتي ما حوقتش في حد. قطع لاخوانا يا معلم. كمان يعني غفلك وعلم عليك الفتحة الرجالة يا معلم. ده عيل صغير. طب خلاص ما تتقمص قوي كده. بس انت بردك اللي غلطان، قلتها لك زمان يا طيب. نصرة دي لا هي من توبك ولا سكتها لخطوتك. هذه الحتة دلوقتي ما لها سيرة غير اللي حصل لك. مين ده؟ طب خلي اي حد كده يفتح بقه بكلمة على الحرام من ديني، اعلقه في وسط الحارة واقطع وشافي. مش محتاجة ولا في وشك يا ذكر. كل دلوقتي عارف انك حفيت وراها بالمشوار وهي اللي ادتك السكة. يا معلم دي كانت جاية معايا في الجامد. هي ايه اللي جاية يالا؟ مش حال ما كنت حاضر مرمطتها ليك اولاني. وانت برضك هتصدق انك كانت متعززة؟ طب عهد مين ده؟ وحياة مقامك يا معلم كانت عاملة زي حتة الملبن في ايدي. ادلع تتكيف، اسوق في الدلع صوتها تجيب اخر الدنيا. كفايه يا طيب. ليك حق ما تصدقش، ما هي كانت مأكله الحته كلها الشاورما وعامله فيها الطهره الشريفه، وهي بايته في حضن راجل ومخلفه منه شحط، وقال ايه في الاخر؟ عايزه تلبسني انا الليله واربي لها الشحط. ده انا خلعت في اخر لحظه وعرفتها مقامها بنتي. قلت لك بكفايه. الله اللي هو فيها يا معلم. في اني ما بحبش اجيب سيره الناس في غيابها، وانت راخر لو لسانك جاب سيرتها هزعلك. هتزعلني انا؟ اه زعلك يا طيب. ومن هنا ورايح تقطع القول والنوادر عن نصره بنت جدالله، لا بالخير ولا بالرضي، والا عليها الحرام من ديني اعرق بروحك وتويك زي رمه البهيمه، لا حس ولا خبر. مالك فيه؟ ما فيش يا اخويا، مصدع شويه بس. الكلام ده تقولي لاخواتك البنات مش لسيد. العادي يا ابو خرست اللي بيحصل معايا طول الوقت، عايشه في احلامه بس. احلامه بس؟ في حاجه حصلت جديده؟ ما تتكلمي. ما هي دي المشكله، ان ما فيش حاجه جديده بتحصل، طول الوقت عايشه في حكايات واحلام قديمه من قبل الكلية وسنين الكلية وبعدها، ومفيش أي حاجة بتتحقق. كل ما الاقي سكة مفتوحة أجري عليها زي الهبلة وأقول خلاص هوصل للي أنا عايزاه، والأيام بتتقفل في وشي. مش هتعلم بقى واهدى وأقول كفاية، لأ بكمل لحد ما بقيت حاسة إن أنا تايهة، لا عارفة جاية منين ولا مكملة على فين. حاسة اني تايهة وخايفة قوي، مش لاقية نفسي يا سيد. من امتى يا بنت الدنيا بتطمن ولا بترس حيران؟ لازم طول الوقت نفضل نحايل فيه. تعبت من المحايلة يا سيد. يبقى نتغاب عليها قبل ما تتغاب علينا. بس انت بتعرفيش تعملي كده. حاسه ان قلبي عجز وانكسر من كتر ما حلمت وخسرت. كسر ده ايه؟ معاش ولا كان لجزارك؟ انت عارفه حوبه؟ الدنيا حاولت معايا 100 مره بس ما عرفتش. كنت بقفش حقي كده منها بالحب بقى بالغباوه ماليش فيه. المهم حد من بيت جدالله عرف ياخد حقه منها. عشان كده مستخسره تدي حد تاني من بيت جدالله. هتدي وحياتك اللي هتدي وهتبقى زي الفل. بس هو اسمعك تقولي اتكسرت دي تاني ولا خايف؟ انت فاهمه ولا لا؟ حسك بالدنيا يا اخويا، ربنا يخليك ليا.
صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طول ما أنا جنبك يا بنت اوعى تخافي. ربنا يخليك يا رب. أنا بحب كل حاجة حلوة، وعشان كده أبقى أكتر واحد يقدر حلاوتك ويخاف عليك من أي حاجة. أنا برتاح أوي لما بشوفك. طب ما أنا قدامك على طول. أنت من هنا ورايح مش هتتكلمي مع حد ولا هتسمعي حد غيري، وهو ده الديل. Take it or leave it. وأنا موافقة. بس قبل ما توافقي لازم تعرفي إن أنا بحب مراتي ومش ناوي أزعلها، ومع ذلك معايا هتنبسطي. وأنا كل اللي يهمني إنك تبقى مبسوط. أهلا يا سيد، اتفضل. هما كلمتين من غير رد كتير. عارفة اللي عندك يا سيد. يبقى نأكد عليهم. اللي بينك وبين أحمد حلو أوي لحد كده. عشت يومين وبسطت والدنيا حلوة. لكن الجواز من الدكتور أحمد مش هينفع يكمل. يعني إيه؟ يعني شيلي من دماغك. مفهوم ولا لأ؟ ملوش لازمة يا سيد. أنا فاهمة وعارفة إن عندك حق في كل اللي أنت بتقوله. ويمكن أكتر كمان. يبقى نخلص يا بطة. أحمد مش هينفع يشيل بلاك أكتر من كده. سيبيه بقى يركز في مستقبله وتعب فيه. وانت بقى شوفي حالك وشوفي ابوك الغلبان. بحبه يا سيد، بحبه قوي والله. ده انا عمري ما حسيت ان انا بني ادم الا وانا معاه، حتى وانا عارفه انه لا من توبي ولا انا من توب. يبقى ما تتعبيش نفسك وتتعبيه معاكي. مش بكيف يا سيد. انا لو اقدر كنت سبته من غير ما انت ما تقول، لكن كل ما افكر ان هيجي يوم واسيب احمد فيه روحي تتسحب سحب. ده انا اموت لو سبته. ولو ما سبتوش برضه هتموتي. اسمعي يا بنت، واحنا السكك ده ما يمشيش معايا، عقلي كده وفوقي. وشوف انت بتمد ايدك في عبي مين؟ ده اخويا الدكتور احمد. قدامك يومين. الحوار ده لازم يخلص، وحسك عينك يعرف ان انا جيت اتكلمت معاكي في حاجه. اسكتي انت بقى. مش انا اللي علمك ازاي تخلعي الزبون. ما خلاص بقى يا رحاب، ما كانش تسجيل اللي عملتيه. الله، ما تجمدي قلبك شويه. اجمد قلبي ازاي بس؟ ده انا صوتي طلع فيه، وحضرتك وعدتني اصلا انك هتشيله. حصل وشلت اغلب الكلام، لكن في جمل لازم تطلع. ولا هو كان بيكلم نفسه؟ مش لازم الناس تفهم انه في حد بيتكلم معاه وهو بيهري بيقول الكلام ده، ولا ايه يا رحاب؟ انا مش عارفه بقى. انا كل اللي فارق لي الفضيحه اللي مستنياني. اختي اول ما سمعت صوتي عرفته على طول، واكيد كل الناس اللي تعرفني هياخدوا بالهم زيها. ده على اعتبار ان كل الناس قاعده مستنيه الفقره تتزع علشان يسمعوا صوتك يا رحاب. في ايه يا ماما؟ الله، ده شغل. انت عامله سابقه صحفي. سابقه صحفي؟ هي دي بقى المشكله، هي دي المشكله، انك ما انتيش مقدره انت اللي انت عملتيه. خليك قد اللحظه. بره في امريكا وفي اوروبا الصحفيين بيعرضوا حياتهم للخطر في مواقف زي دي مقابل انهم يكشفوا فضيحه او يحلوا لغز. يا استاذ عادل، احنا في مصر وانا خايفه، خايفه بجد. مش عارفه، الحكايه بالنسبه لي كبيره جدا. يا بنتي الناس في مصر بينسوا كل حاجه بعديها بربع ساعه. انت ما انتش شايفه البلاوي اللي بتحصل كل يوم. هو حد مركز مع حد ولا حد مركز مع حاجه؟ ايوه بس ده ممكن ياذيني. اسمعي كلامي، اطمني خالص، ولا كأن في أي حاجة حصلت خالص. اطمني. خد يا أمك ملففك من الصبح مشاوري وراها. ما ينفع أنا أقول لها لأ. جدع يا أستاذ، علم منك. في إيه يا خي؟ ما ينفعش اقعد اتكلم معاك وتاخد كلامي تضربه في الحيطه وترميه ورا ظهرك. انا امتى ده؟ ما تعمليش فيه عبيط حماده الطيب. وانا مش منبه عليك مليون مره تشغل الصرمه دي قبل ما تخش في الغباوه. دي مش غباوه، لكن حق امي، واللي يدوس على امي يدوس على رقبه امه. ولما يروح فيها مستقبلك يضيع، ساعتها امك هتتبسط. اغور انا في داهيه، المهم امي. وبعدين هيحصل ايه؟ امك هتبقى بطوله والدنيا هتمطوح فيها يمين وشمال. عملت ايه بقى يا حمار؟ يعني ايه يا اخي؟ يعني اخدان الحق حرف. ده ما كانش حق، ده كان طار. وياخده يا ماخدوش، يعني مات الكلام. مات الكلام؟ ياض انت بتقلدني ليه؟ اسمع ياض، اللي بيكشر في وش الدنيا وما تخافش منه بتقلب عليه في ثانيه. وانا ما شفتش منها قليل. انت ما شفتش حاجه اصلا.
اوعى تفتكر غنيوه الملجا وحضن امك اللي وحشك ده خليك تشوف حاجه من الدنيا. لا لسه بدري، انت لسه ما شفتش حاجه، انت لسه عيل صغير. انا مش عيل يا خال، انا راجل وكبير. الراجل يعرف تمامه ويعرف امتى يحط ايده بق السبع وامتى يماين. طب وانت عمرك ما ين يا دي النيله يا ابني، انت مالك بيا؟ اسمع يا ون، اخر مره اقول لك على حاجه وما تعملهاش. يا ده انا عايزك تطلع راجل، مش سخنان على الدنيا كده وخلاص. انا مش احسن واحد في الدنيا، في احسن مني كتير، ما بتوقفش عليا انا، مفهوم؟ هيتنحلي تاني، مفهوم؟ مفهوم. قوم غور شوف بتعمل ايه. مش فاهم ايه العيال دي. احمد، اكبر غلط يا احمد، ما ينفعش تمسك في اخوك، ده اخوك يالا. تعرفت يا صلاح؟ بس سيد هو اللي زودها على فكره، وانا حذرته. حذرته؟ ولو برضه، ما ينفعش تخسر اخوك عشان اي واحده مهما كانت، هو بقالك. خلاص بقى صلاح، انا ماشي. استنى، استنى، انا مش جاي اضايقك ولا اعدك، انا بس ما يرضينيش يحصل بينك وبين اخوك حاجه وحشه تخلي النفوس تجزع وتشيل له قدام. بس انا ما عملتش حاجه غلط على فكره. انا كنت متجوزها مش ماشي معاها في الحرام يعني، هو اللي مش عايز يسمعني وعايز يمشي الدنيا كلها على مزاجه. اخوك عايز المصلحه، عايزك تبص لقدام. جوازك على سنه الله ورسوله ماشي وما قلناش حاجه، بس يمكن مش في وقته. وقته ده مين اللي حدده يا صلاح؟ صاحب الشأن ولا اخوه ولا الناس؟ صاحب الشأن طبعا، بس انت دمك بيجري في عروق اخوك، يعني لما بيقول لك لا كانه بيقولها لروحه، مش عايز يرضيك، وانت عارف يا دكتوره وفاهم، مش انا اللي هفهمك. يلا يلا نروح على القهوه نشرب سيجارتين معاه ونقعد نتكلم ونتصرف. فرطت انا يا صلاح، معلش. انا ماشي. بشوقك يا دكتوره. عادي، مش أول حد يستغرب، أنا كمان بستغرب. معقول موجة الشايب اللي الكبير قبل الصغير بيعمل لها ألف حساب تبقى بالبراءة دي مع الأطفال كده؟ أنا نفسي مش قادرة أفهم. مش لازم تتهمت بس وخلاص، خليكي زي العيال دي، يشوف الدنيا لعبة صغيرة ما بيخافوش منها، ما بيحلموش بحاجة غير حقها. ازاي وليه بقى ما بيسألوش؟ اقول لك على حاجه، بحب اكون وسطهم هما في السن ده، وعشان كده الملجا بتاعي لعمر معين، اول ما بيكبروا بس ما بيخافوا. مفيش عيل بيكبر يا موجة. عندك انا لما بشوف صورتي وانا صغير وببص لحالي دلوقتي، في فرق بينهم كبير، مش شبه بعض في حاجه. هو كان بيشوف الدنيا حلو، وانا طول الوقت بشوف الدنيا غامقة. بس اكيد فاكر ولو حاجة صغيرة عن سيد الصغير. لا مش فاكر، مش عايز افتكر كده. واو، يا ريتني كنت زيك، كنت قلت الدنيا وحشة قتلت البراءة اللي جوايا، كان على الأقل هيكون عندي مبرر. أنا بعمل العكس، يمكن علشان كده بحب أكون وسط الأطفال، ما بخافش منهم، ما يعرفوش حقيقتي، ما بكسرش غير اللي بيخوفني أو اللي عايز يخوفني، وأنا مش عايزك تخوفني يا سيدي. بقول لك يا نبيل، ما تسخنش دماغك أكتر ما هي سخنانة بدل ما تغيب عليه. يا عم انت عمولك اللي تتكلم عليها، انت غبيت عليهم بطولك يا نبيل. ده انت كل اللي عملته حيالله حركت المحضر والحكومه عملت كل حاجه وجبرت الليله. ايه بقولك يا نبيل؟ يلا يا نبيل، يلا بلا سلام بلا هم، يلا اداه يا عيل رزن.
ولا اخوك؟ ايوه يا معلم. هات لي حاجه رياض. حاضر يا معلم. اللي بتعمله ده سايب شغلك وقف بتسمع ايه؟ ده تسجيل رحاب اخت المعلم سايب بوخارست، التسجيل اللي على النت وعلى الموبايلات كلها. تسجيل ورينا. معقوله؟ حضرتك بتقول كلام خطير جدا. انت بتسمعه ولا بتفضحها؟ افضحها. افضح مين يا معلم؟ هو بيت جدالة ناقص فضايح. اخرس يا كلب. اوعى تشيل البيت جدالة تيجي على لسانك. ترمي المفاتيح وخور في داهية. هاي النادس وسخ. يلا غور. اقعد يا اخواتي هو. خسرنا يا يا لهوي يخيبك يا بيت. بقيت يطلع منك كل ده. والله العظيم ما كان قصدي حاجة وحشة، ده شغل وقالوا لي إنهم هيشيلوا صوتي. يشيلوا؟ يشيلوا إيه يا خايبة؟ وهي كانت هتبقى فضيحة للجدع غير لما يتسمع صوتك؟ أنت هتفضلي عبيطة وهبلة كده لحد إمتى؟ الحمد لله إن بوخارست ما عرفش حاجة. ما هو ده اللي موتني. معقولة بوخارست لحد دلوقتي ما خدش خبر؟ يا سلام عليكم أنتوا الاتنين، ومين قال لكم بقى إنه ما عرفش؟ طلع عارف وعرف إنه كلام أونطة وعداها، أخوكي سيد عقله كبير ويوزن بلد. مين اللي عداها؟ انا حاسه انه مرقد لي على نيه. يا وقعتك السودا يا رحاب. يا لهوي يا بنت، هو انت كنت عملتي ايه؟ انا طول عمري ما بعملش حاجه. الدنيا عمرها ما كانت على مقاسي. بيوم ما فكرتها هتلفق اديكي شايفه اللي بيجرالي. استغفر الله العظيم يا رب. بقول لكم انتوا الاثنين، انتوا هتقعدوا كده تندبوا للصبح وتقدروا البلع قبل وقوعه. قومي يا اختي، قومي انا هوصلك بنفسي البيت. لا يا يوني انا خايفه. ما تخافيش يا اختي، احنا هنيجي معاكي. ايوه يلا بقى، يلا يا رحاب. كانش يصح تقول اخويا قوي كده يا سامي. مش كفايه عضيت الايد اللي اتمدت لك؟ لا وايه، حطيتها كمان في حديد. انت اكتر حد عارف ان معوض مش قد ليلتك. كان لازمتها يجيبه على ظهره قوي كده. اصل مؤاخذه غشيم، والغشيم ما يسواش مليم. وهو لما تسلم معلمك للحكومة مش غشومية برضك يا سيد؟ معلش بقى معلم، حكم السوق. طب يا أخي كنت افتكر لما موجة طلبت رقبتك وأنا اللي وقفت وتصدرت لها ودفيت ظهرك، كل ده إيه؟ ملوش كرامة عندك؟ الله، طب أنا رديتها لك. هو مين يعني اللي زق موجة عشان تخرجك؟ يعني زي ما دخلتك زي ما خرجتك؟ نبقى خالصين. سيبك بقى من هري حكاوي القهاوي ده كده وقول لي الدنيا فيها إيه؟ لحسن السوق مليان معلمين. عيب يا سيد، انا برضك فضل اسمر، ما يصحش تساويني في المقام بغيري. اظبط قولك معايا. كرايه يا معلم فهود، هو انا لو بسويك بحد كنت لما قصدي شميتها؟ قصدك ايه؟ قصدي ان السوق كله مليان معلمين نزاهه، واحمد ربنا ان انت لسه ليك حصه في السوق. تواضع. التواضع حلو يا معلم فهود. مساء الفل يا معلمين. تواضعه حلو، ما قلناش حاجة، بس العلام أحلى. أنت لسه جديد في الشغلانة يا سيد، وكان لازم تبقالي إن سوقي أوسع من غيري. وقلت زيك زي غيرك دي ما تكبرش، إحنا داخلين على عيد يعني موسم. والست موجة. لا موجة ولا أدخل منها. الكلمة كلمتي والسوق سوق. وحسابك مدفوع. يدوم يا سيد المعلمين. بس أنا اللي أحط إيده بق يا سيد. أقطعها له. يا جدع في ايه؟ وانت بقيت على طول قافش كده؟ ده برضو المعلم فودة هدي الداني عشان نرستق. يا رأي صلاح، هو رضا فودة هو اللي هيرستقنا ولا ايه؟ اتقل كده وبطل خفية قلب. ماشي. انت يا نيل حوكة؟ مفيش حوكة يا صلاح. ليه؟ كلته الرمالة؟ ده كله قطر. عايزك في كلمتين على جنب يا سيد. ايه؟ خايفة؟ خايفة مد ايدي عليكي؟ ولا خايفة ازعل الاخت اللي ربيتها وما قصرتش في تربيتها؟ يا خسارة. وانا اللي كنت فاكر ان انت بتعملي لي قيمة عشان خايفة عليا مش خايفة مني.
ابويا يا سيد وغلاوتك عندي من ساعه اللي حصل ده، وانا مش خايفه من حاجه ولا عتل هم اي حاجه في الدنيا غير بصتك دي. اعمل فيا اللي يرضيك، بس وحيه النبي عندك بلاش تبص لي كده. ده انت اكتر واحد في الدنيا دي عارف انا مين. والمصيبه ان انا اكتر واحد عارف انت مين. ده انت الوحيده اللي عمري ما خفت عليك، ولا عمري خفت على اخواتي وانت في وسطيهم. انت الوحيده اللي كنت بديكي ظهري وانا مطمن. طب الدنيا تضربني بيك يا رحاب. انا غلطانه وليك حق في كل كلمه، بس قصرت معاكي في ايه؟ وليه لي يمكن انا غلطانه مش واخد بالي؟ ليه عملت كده يا رحاب؟ يمكن كان نفسي اعمل حاجه في دنيتي، نسيت رحاب اللي طول عمرها مديه ظهرها للدنيا. دورت على رحاب جديده عايزه تاخد حقها، اديت للدنيا وشي، حاولت ادخلها، ما كنتش اعرف انها كده، ولا كنت اعرف ان كل ده هيحصل. وليه سبتيه يحصل؟ لما انت قلبك واكلك على الدنيا وهتموتي وتدخليها، ليه بتدخليها من الباب اللي ورا وتخلي كل الناس تعلم عليكي؟ بتكسريني وسط الخلق يا رحاب؟ كفاية عشان خاطري وجعت قلبي يا سيد. وانت قطمت ظهري يا رحاب، وخلاص ما بقاش في حمل يشيل، لا زعلة منك ولا معزة ليك. ايه يا اخوي؟ مضايقك قوي منظري وانا عاجز؟ مع اني يا فوده يعني شايفك زيي ولا زعلان ولا حاجه. بناقص يا معوض، اللي في دماغي كتير، مش لازمها مرضيه الحريم بتاعتك دي. لا يا فوده مش مرضيتي اللي قلبك كده، ده بس تلاقي ابو خارستي اتك عليك بالقوي المره دي. قال لي يابا وصلك الكلام اللي بيتقال عنك في السوق ولا لسه؟ لا لسه، مستنى اسمع كله في الاخر. ده لو قعدت للاخر يا فوده. اهو لسانك ده اللي مش هيخليك تكمل ساعة واحدة في عمرك. هتعملها مع أخوك يا فودة وتسيب سيد؟ صحيح، بس كله بأوانه. هتجري عليها يا أخويا في حارة ظلمة وتجيب رقبته يا بابا. رقبته هي اللي هتجيني لحد عندي. اللي زي سيد ده خسر فيه الموت، ده تسيبه يتنفس وبالقوي لحد ما صدره يعبي هوا ويطبل زي الذبيحة، وساعتها تشق فرق منه على الغلابه.